بالفعل هي الكأس الممتازة حاضرة معنا في بلاطو دوري المحترفين. أسعد الله مساكم بكل خير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد ومتجدد ومميز هذه المرة بحضور الكأس الممتازة أو كأس السوبر على المستوى القاري والوفاق الصيفي، يفعلها من جديد ويكون عند كلمته سواء فيما يخص المباراة أو سواء أيضا بحضور الكأس وبحضور أيضا مسيري النادي كريم. مساء الخير. إذن الوفاق مرة أخرى يؤكد يضيف إلى السجل لقب آخر غالي، لقب يزيد من قيمة الوثاق العالمي. سنعود خلال هذا البرنامج إلى هذا النهائي إلى كواليسه بطبيعة الحال بفضل من صنعوا الحدث وهم ضيوف الشرف في هذا البرنامج. ومن صنعوا الحدث هم معنا على المباشر. سنبدأ بالسيد حسن حمار رئيس النادي. مساء الخير وشكرا على كلمة الرجل الصيفي والجزائري الحرة. قلتونا الكأس وهي موجودة معنا وقلتونا تكونوا في البرنامج وانتم موجودين معنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جد سعيد بوجودي معكم ومن خلالكم باش نقسموا الفرحة مع كل شعب الجزائر. وإلى جانبه أيضا وبطبيعة الحال خير الدين مضوي مدرب الفريق، كل الفخر للجزائر بهذا المدرب. شكرا أيضا للكلمة وللحضور أيضا وللفرحة اللي قدمتها للشعب الجزائري والشعب الصيفي. لا شكرا على الواجب، احنا لبينا الدعوة بطبيعة الحال بأن نفرحوا معكم ومع كل شعب الجزائري. على كل برنامج دوري المحترفين سيكون فيه أيضا الحديث عن الكأس ودورة الثمن النهائي، لذلك سنسعد كثيرا باستقبال واستضافة أيضا في هذا العدد من برنامج دوري المحترفين السيد بن محمد نصر الدين رئيس نجم اليشير الفريق المفاجأة في هذا الموسم. سيدي ألف ألف مبروك ومرحبا بكم معنا. بكل ديك مهم. السلام عليكم ونشكركم باسمي وباسم سكان بلدية اليشير، نشكركم على الاستضافة هذه. شكرا جزيلا. وكما جرت العادة يحضر معنا خبير التحكيم السيد محمد زكريني. مساء الخير. مساء الخير يوسف كريم بمهمة الرياضي الكريم. واليوم عبد النور حميسي محلل تلفزيون. مساء الخير. مساء الخير كريم يوسف. مساء الخير بوفاق الجزائر بأبطال الجزائر. طيب ربما كما جرت العادة أبدأ معكم بكلمة، نبدأ معك خير الدين، كيف كانت المباراة الآن بعد سويعات عن هذا التتويج؟ والله ما كانتش مباراة سهلة طبيعة الحال، احنا كنا عارفين قوة الأهلي وخاصة على أعلى مستوى في نهائيات أو في مواعيد مثل هذه، لأنه هو متعود وعندهم الخبرة في هذه النهائيات. احنا ثاني فرصة وثاني مباراة في نهائي بالنسبة لهذا الفريق اللي يبقى دائما يصنع الحدث، وصنعنا الحدث وقفنا الند للند أمام هذا الفريق. ولو كان تقريبا أطوار المباراة كانت متكافئة بيننا وبين فريق الأهلي، كان أوقات يعني قوية بالنسبة للأهلي وبالنسبة لنا، احنا استغلينا منها هدف وكان يعني باستطاعتنا إضافة هدف ثاني، سيرنا المباراة دفاعيين كما ينبغي لولا الخطأ اللي جاء في الثانية الأخيرة يعني نقدر نقول. وهذه كرة القدم تخدع دائما، لازم تنتظر صفارة الحسم حكم عفوا حتى تحسم المباراة، ولكن الشيء اللي قمنا به بعد هدف تعادل تاع الأهلي المصري، لأن فريقنا كل كان مرمي فوق أرضية الميدان، ولكن احنا زدنا حين اللاعبين من دار جديد ويعني أكدنا على التركيز في ضربات الترجيح. خضيرية كان يعني ولو خطأ في الهدف تاعو هذاك، ولكن أكدنا أنه يقدر هو يصنع لنا الفوز. وكما كان الحال كانوا هادئين في ضربات الجزاء جد ومركزين، وبفضل حنكة خضيرية يقدر يصد الضربة اللي خلتنا نفوز بهذه الكأس. خير الدين، سنتحدث عن هذه المباراة عن الوثاق بصفة عامة، في أشياء كثيرة يجب أن نتحدث عنها عن الوثاق الصيفي، ولكن سي حمار ربما شاهدناك في المنصة الشرفية ما راكش متعود، ما تحبش هذاك المكان تماما، مضطر لأن البروتوكول يقتضي ذلك، ولكن ماذا شعرت لما عدى العماد متعب بالنتيجة؟ شوف قبل ما شفت عماد متعب متهيئ باش يخش، كلمت مع ابو الحجيلات وقلت له يلفو سمي في دو جوار، قلت لهم ان رينا بيرد بيسك خاسرين، وكما كان التوقعات تاعي جات، لكن الحمد لله يا ربي نظن باللي الطاقم الفني كما قال خير الدين تكلموا مع اللاعبين زيتي اباط ويصح في الميدان، لكن تكلموا معهم والحمد لله الامور سارت كما حبينا
وانا دوك نفرحوا بالكاس وهي معنا. الكاس الموجود الان هنا معنا في البلاطو والتي استلمتموها في ملعب مصطفى تشاكير الذي سيحتفظ من دون شك بيده الصور الخالده للوثاق الصيفي. رضوان سنشاهد سويا هذا اللحظات التاريخيه بالنسبه للوثاق الصيفي، ولكن سي حمار لمست الكاس او اردت ان تلمسها قبل بدايه المباراه في حكايه هكذا حدثت في الكواليس، ماذا حدث بالضبط يا سي حمار؟ على خبره النادي النفق المؤدي للملعب بريزونتون تاع لاكاف هو مصري الجنسيه جاب لاكوب داخل بها، قلت له ما فيه امكانيه باش نصور بها لاش انا وياك، قال لي لا نخش، قلت له نعم حكمتها لمستها صورت بها، قلت له الكاس خلاص تبقى في الجزائر، قلت له ناكد لك بلي بقات في الجزائر لما لمستها سيبا. يعني يوسف فيها بركه عين الفواره واليوم اصبحت فيها بركه حسن حمار لما يمس الكاس. بالفعل وكم هي جميله تشبه كثيرا راح نقول كاس الجزائر اللي تعودتوا عليها فيها، يعني تعودتوا عليها وكانها كاس اللي موالفين تاخذوها. 2010 نفس شبه كما هي. طيب خير الدين نعود لك ايضا ما دام نتكلموا ربما على بعض الكواليس اللي كانت في المباراه وبعض التفاصيل، ايضا من خلال تصريحاتك سمعنا انك تكلمت مع خضيريه بانديسكور سبيسيال يعني بكلام وقلت له انت اللي راح تجيب لنا اليوم الكاس هذه اللي انا شاهدوها معنا. صحيح لانه بتعاود تحيي اللاعبين خاصه من الناحيه النفسيه بعد هدف القاتل تاع الاهلي المصري ما كانت سهله. وما كانش عندنا الوقت الكافي باش نتكلموا مع اللاعبين ويعني نحضروا اللاعبين نفسيا لضربات الجزاء، وكانت عندي يعني تدخل معاهم وجمعت تقريبا كل المجموعه وتكلمنا انه قادرين، يعني احنا ادينا مباراه كبيره امام فريق كبير ما كانش عنده الفرصه وباه يعني يفوز علينا فوق ارضيه الميدان، يعني شاءت الاقدار انه يسجل في اخر ثانيه اثر خطا فقط، يعني لو فاتت هذيك الكره كنا كان الحكم يصفر نهايه المباراه. الان عدنا ضربات الجزاء عدنا فرصه اخرى، ويعني هم التزموا بهذاك الهدوء وكانوا مركزين جيدا، ويعني كي يشوفوا ضربات الجزاء تاع لاعبينا كانت 100% 6 على 6 خير دين وسهله، يعني حتى الحارس يعني كانت صعيب عليها انه يصد واحده ولا اثنين عكس الحارس اللي تكلمت عليه كان عنده دايريا مشى مع كل الكرات تقريبا حتى كان عنده 3 كرات لمست العارضه يعني العارضه او القائم به دخلت ولكن تبعهم تقريبا 4 أو 5 كرات تبعها ما عدا ضربه زوندول اللي خلعتنا شويه داقولو خلعتنا شويه لانه هو كان خايف شويه كان مرتبك شويه وانا فضلته يكون هو رقم 3 على الاقل بياخذ شويه ثقه قبل يعني ما يسدد ضربة الجزاء. طبعا تتويج بكأس السوبر ليس بحجم التتويج بكأس رابطة أبطال إفريقيا من حيث البرستيج أقل من كأس رابطة أبطال إفريقيا، لكن أبنور قيمتها هو الفوز على نادي القرن على الأهلي المصري على هذا العملاق الذي ليس من السهل أن تفوز عليه، لذلك لما تفوز بالسوبر وبالكأس الممتازة على حساب نادي الأهلي عنده قيمته ليس فقط من ناحية النشوة ولكن حتى على الصعيد القاري. بالضبط كريمة، نعرف الندية الموجودة ما بين الفرق المصرية أو في المنتخب الأول، نظن باللي اليوم كانت مباراة صعبة لكن غير مستحيلة، خاصة أن خير الدين وفق في حد بعيد في قراءته التكتيكية لمباراة، خاصة منع فريق الأهلي السيطرة على وسط الميدان وهذا شيء ممتاز، وانتظرنا تغييره للخطة في الشوط الثاني حتى يلعب بالمرتدات ووفق إلى حد بعيد، خاصة اليوم نجح في عملية الكوتشين كل لاعب اللي دخلوا في المباراة في الشوط الثاني أعطوا الإضافة، إلا أنه في الدقائق الأخيرة كان خطأ من الحارس ربما يعود لأنه ملمس كرات عديدة، خاصة كان محصن الخط الخلفي بإحكام، ربما لو كان الخضيرية لمس الكرات في مناسبات كان ربما ما يفقدش نوعا ما التركيز تاعه، إلا أنه كان كما قال الخطاب اللي استعملوا الطاقم الفني لوفاق سطيف ما بين الوقت كان قاسم ما بين نهاية المباراة وبداية ضربة الترجيح، نظن الفعالية كان في كيفية التواصل مع اللاعبين ونجح الى حد بعيد، والحمد لله الكاس راهي موجوده هنا في الجزائر. عبد النور انت تتكلم على حيثيه المباراه واللاعبين، سنستمع لانطباعات اللاعبين مباشره بعد نهايه المباراه، كانت انطباعات على الساخن. العام هذا في الوفاق نظن بلي وفاق تتويجات
عاد مرة أخرى الحمد لله يا ربي، ربي اليوم وفقنا، رفعنا رأس الجزائر، رفعنا رأس لونطونت، الحمد لله يا ربي رفعنا رأس السيبورتر اللي جاونا اليوم في هذه الشتاء هذه اللي جات اليوم. الحمد لله يا ربي فرحناهم، سي بيان بور نو سي بيان بور لاجيري. هذا تيتر باسكو صافي لونطون ما فرحناش من 1 نوفمبر، ما زدناش فرحنا، ما زدناش فرح الشعب الجزائري. نتمنى ان شاء الله يجدوا يفرحوا ان شاء الله، وما خيبناش الشعب الجزائر يعني عامة، وهذه الكاس هذه نهديوها كل الشعب الجزائري وخاصة انصار وفاق سطيف اللي يعني اللي يحبوا الفريق تاعهم من القلب. والحمد لله وانا وين وليت للفريق هذه كان يعني غلطة من هذاك الله غالب يعني الانصار وين سمحتهم وسمحوا لي. الحمد لله وفقنا ربي وين وليت والحمد لله توجنا بالكاس السوبر الافريقية. اللقب 23، احنا في عمرنا 23 سنة ابناء النادي، الحمد لله صدفة، الحمد لله يا ربي. نظن بلي في ضربة جزاء ربي صفنا بعد تعادل قاسي اللي يحصل في اللحظات الأخيرة منه. الحمد لله يا ربي رحمة. الحمد لله هذا هو أحلى انتصار إن شاء الله لنهديه للشعب الجزائري والشعب الصطايفي، وإن شاء الله المزيد من التتويجات وإن شاء الله نوض بالكرة الجزائرية المفضل وما أحسن إن شاء الله يا ربي. الحمد لله يا ربي توجنا بهذا اللقب، الأنصار تاعنا وكامل الشعب ستيف كانوا يستناو فينا، الحمد لله ربي ما خيبناش، درنا طري بون ماتش، الحمد لله هذا هو الصح، نهديوا كامل الأنصار تاعنا وكامل الشعب الجزائري. Vraiment, vraiment, je suis très content pour ce soir parce qu'on a mérité de remporter cette coupe-là. Inch'Allah, merci, merci. On remercie beaucoup les supporters algériens qui sont là pour nous sous la pluie. Merci beaucoup à tous les supporters sitifiens. انتاج وانجاز ممتاز كبير بالنسبه للسطيف وبالنسبه للكره الجزائريه ولكل الانديه الجزائريه، ونتمنى انه كل الانديه هكذا يكونوا في هذا المستوى ويربحوا القاب في المستقبل في هذه البطوله مختلف البطولات. تهانينا لكل سطيف. اللعيبه عامله ماتش كويس النهارده، ضربات الحظ في الاخر سندت الفريق الجزائري، الحمد لله اللعيبه ادت المطلوب منها واحنا راضيين عن الاداء. مبروك للفريق الجزائري ونتمنى التوفيق في الماتشات اللي جايه ان شاء الله. والحمد لله مبروك لوفاق سطيف، ويعني هي مباراه احتفاليه في الاول وفي الاخر، انما احنا كنا نتمنى التوفيق يكون حلفنا في ضربات الجزاء، انما الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. مبروك لوفاق سطيف. بارك الله فيك. مبروك للفريق لوفاق سطيف كل اخواتنا الجزائريين ومبارك لهم، وان شاء الله يبنى لك قطن باذن الله ويبقى نظام مشرف زي ما احنا جينا كده، والجمهور الجزائري وبلد الجزائر كلها معانا الحمد لله. كابتن هذه الانطباعات إذن كانت في ميكروفون الزميل إسماعيل بالقيضية. الوفاق الصيف الذي لا يؤمن بالمستحيل، الوفاق الذي يعشق الكأس والكأس تعشقه أيضا، أدخل أيضا الفرح إلى قلوب كل الجزائريين. هناك هذه المدينة مدينة اليشير التي يتوقف عندها الصيفية كثيرا، لما يأتون إلى العاصمة ربما حتى اليشير اليوم سعيدة بانتصار الوفاق الصيفي وبهذا الفرح الجزائري. سي بن محمد، المهم اليشير دائما سيبورتيو لونتونت. اول حاجه باسمي وباسم سكان بلديه اليشير نهني وفاق الجزائر على التتويج، واللي كما يقولها حمرنا وجوهنا وحمر وجوه الجزائريين كاملين. سي حمار، حتى اليشير دخلوا التاريخ لاول مره يتاهلوا لربع نهائي كاس الجمهوريه. يعني هنا الواحد ما كانش عندنا الوقت باش نقولوا مبروك عليهم التاهل هذا، وبزيد من الانتصار والتالق ان شاء الله. ان شاء الله خير دين، ربما حتى نبقى مع هذه الفرحه الخاصه بالتتويج بكاس السوبر. ربما احنا عاود نولي ايضا لبعض التفاصيل. سي حسن حمار لما استضفناه مباشرة بعد رابطة أبطال إفريقيا كان يقول انتظرونا في البطولة، الكل كان ينتظر فترة فراغ، اليوم عدتونا بكأس أخرى، ما هو السر في ذلك؟ السر ما كانش سر كبير، يعني نذكره جيدا من المفارقات، ولو نحب نذكره أنه لما خذينا كأس رابطة أبطال إفريقيا الفريق كان 7 نقاط في المرتبة الأخيرة في الدوري الجزائري. اليوم خذينا كأس السوبر وإحنا متصدرين مناصفة مع مولودية بجاية، يعني لو نتكلموا بلغة يعني الفنيين وحميس هنا يعرف هذا الشيء، يعني كاين اون بروغريسيون يعني في العمل وحتى في الأداء، وخاصة من نضج من طرف اللاعبين تاعنا اللي تقريبا أصبحت عندهم خبرة ويعرفوا يسيروا مثل هذه المباريات على أعلى مستوى، ولما يكون الضغط بطبيعة الحال كبير. والسر هو يعني لما تكون عندك مجموعة وتعمل وتمشي مع سياسة الإدارة وتمشي مع
فلسفة المدرب نظن كل شيء متوفر لها به تنجح. آخر دين فنيا ندخل معك في التفاصيل فنيا. عناصر فريق الوفاق الصيفي أول من بدأوا الموسم تقريبا لم تكن هناك فترة للراحة ما عدا أسبوع وأسبوعين لعبتوا رابطة أبطال إفريقيا، دخلتوا في البطولة، الكأس، كل شيء، حتى مباراة متأخرة الآن ما عندكمش. كيف حافظ الوفاق الصيفي واللاعبين على لياقتهم؟ لأننا نعرف اللاعب الجزائري بين قوسين لا يتحمل كثيرا المباريات المتتالية في البطولة وما إذن فما أدرك في رابطة أبطال إفريقيا. وحتى الكأس كريم متأهلين فيها إلى الدور المقبل يعني. ربع النهائي إن شاء الله. لا هو داخل في النضج تاع اللاعبين، اللاعبين بدأوا يفهموا نظن يعني أنه هذا العمل اللي رانا نقوم به، وخاصة الشدة تاع المباريات وتاع العمل اللي رانا نقوم به، لأنه حتى في التدريبات يعني شدة العمل تاعنا راهي طالعة كثير، يعني ما نشرنا النقص فيها بطبيعة الحال، على الأقل باه نبقى في لياقة وجيدة بالنسبة للاعبين تاعنا. وتفهموا نظن اللاعبين لأنهم حتى من ناحية التحضير الخارجي اللي احنا ما نقدروش انفيزيبل، لا بريباراسيون انفيزيبل، احنا ما نقدروش نراقبوا هذا الشيء كفنيين. نظن اللاعبين عندهم وعي كبير، نضج كبير، وخبرة اكتسبوها من هذه اللقاءات، وحتى أنهم أصبح الند للند مع ترجي تونسي، صفاقس، تي بي مازامبي، اليوم مع الأهلي، اليوم سيدنا أمام فريق كبير وكبير جدا، سيدنا الكرة الإفريقية. نظن حتى وعي تاع اللاعبين خلاهم هما سحمر عنده دور بطريقة تحفيزه، ما يقدرش راهو امام راهو قدامه ما يقدرش طريقة. حمر تهنيت منه اليوم ما جانيش في مقعد البودان. الضغط اليوم المنافسة الإفريقية أيضا كانت مع فريق جمعية تشلف الذي هو الآخر يتأهل إلى الدور القادم في منافسة كأس الكاف رغم الهزيمة التي مني بها في ميدانه. طبعا يوسف نعرف بأنه فريق جمعية تشلف لعب المباراتين ذهابا وإيابا بشلف بالفعل، لأنه الفريق المنافس كومبوا إيغولز من فريق من سيراليون، ولأسباب مرض الإيبولا هكذا كريم اختار الفريق أن يلعب هنا بالجزائر، وحتى إن خسر تشلف في هذه المباراة بهدف لصفر إلا أنها تأهلت بعد النتيجة في المباراة الأولى التي كانت بثنائية كريم، هدفين مقابل صفر. إذن هذا هو الهدف الوحيد بالنسبة للزوار، ولكن جمع تشلف حققت الأهم. مهمة هذه من ناحية المعنوية، صح مار تعاني في البطولة كأس الكاف مسك شوية الهموم، هموم الدوار بين قوسين. نظن باللي الهم الوحيد نظن باللي اللاعبين حتى وتأشلف ولا المولودية ولا نفسيا يكونوا ما همش مرتاحين، لأنه السفرية شاقة. أشلف الحمد لله يا ربي بالمناسبة نحييهم على التأهل تاعهم، لكن نظن باللي الذهنية تاع العقل تاع اللاعب كامل مركز على البطولة، وصعيب باش الواحد يوفق بين البقاء وبين رابطة أبطال. أنا على بالي باللي متأكد باللي في نفسية اللاعبين ولا المسؤولين باللي يحبذوا يبقاوا في القسم الأول الممتاز ويتركوا هذه كأس الكاف هذه. طبعا قبل أن ندخل في غمار منافسة كأس الجمهورية التي لعبت نهاية هذا الأسبوع، خير الدين ماضوي لما كنت في الملعب مع الزميل هشام سعدودي تحدثت عن نابليون، تحدثت عن الحظ، ربما هو تصريح هكذا، ولكن في كرة القدم الحظ قليل. خير الدين هو تواضع منك، ولكن هذا العمل الذي قمت به وهذا النجاح وتعيينك كأحسن مدرب إفريقي ليس الحظ هو من صنعه، بل هي ثقة الرئيس بالدرجة الأولى وإمكانياتك وخبرتك. صحيح، هي كل شيء يعني بطبيعة الحال لما نتفكر جيدا الرئيس أعطاني ثقة وأعطاني فريق كبير اللي تسيره بطبيعة الحال، اللي نظن أي مدرب عالمي كبير تقول وفاق صيف يجي يجري يعني بايح كم وفاق صيف الرئيس أو النتولي منش اشتجد بادي فلو الرئيس، ولكن وقف معايا. صحيح، لأنه كان هو الحامي الأول بالنسبة إلى الطاقم الفني، بالنسبة للاعبين أيضا، ولو أن نتكلموا على التحفيز وكلمت قبيل على التحفيز تاع اللاعبين، عنده دور فعال وكبير خاصة لما ميفوزش، لما يعني تكون يعني النتائج سلبية هنا ونلقاو الرئيس تاعنا بطبيعة الحال. بدون ما ننسى الطاقم الفني المتكون من المحضر البدني، حراس المرمى، بالحجيلات، المدير الفني بالخبرة تاعه، وحتى الطاقم الطبي، نظن العائلة كاملة كانت تعمل
والعائلة كاملة كانت تجتهد. ولو الحظ أنا نعود ليه دائما عدنا بورسنتاج هذه نسبة من الحظ بطبيعة الحال. اليوم الحظ وكان من جانب الأهلي لأنه قدر يسجل في آخر ثانية ورجع لي الحظ في الركلة الترجيح. الحمد لله على كل حال احنا العمل اللي قمنا به بكل بجدية مع كل الطواقم عملناها مع الرئيس مع الأنصار أيضا اللي جاءوا حتى اليوم في سوء مع سوء الأحوال الجوية وحضر معنا. لكن الحمد لله نظر العمل اللي رانا نقوم به يعني ثمار وجنيناها بكأس رابطة أبطال إفريقيا واليوم بكأس السوبر. على كل إن هذا من شيم خير الدين ونحن نشهد على ذلك في البرنامج بكل هذا التواضع. نعود لك سيد حمار أيضا لأنه اليوم ربما نخص حصة الأسد للوفاق الصيفي ولهذا التتويج. نذكر لما فزتوا بكأس الرابطة كنت تكلمت على لما طلبوا خدمات دلهوم قالوا نحن النادي العالمي جئنا نطلب خدمات دلهوم من الفريق الوفاق الصيفي. نذكر أيضا تصريح كنت قمت به قبل المباراة أمام الأهلي تكلمت على أنه الوفاق الآن أصبح نادي قوي ويطمح إلى التتويجات الواحدة والأخرى. هل يمكن القول اليوم بعد هذا التتويج وبعد هذه الكأس أنه خلاص الوفاق أصبح نادي عالمي بمنظومة محترفة؟ شوف باش الواحد يكون صادق مع نفسه ومع الغير باش نقولوا احنا محترفين يعني 100% ما نغلطوش انفسنا وما نغلطوش حتى العام. لكن وفاق ستيف بنا لابنا باش يكون احتراف بدليل يعني تشوف طاقم فني موسع كل المنشآت تحت تصرفه. احنا كنت يوا ان جون تاعنا ليكول تاعنا لي مكونه ليكول نون كومبيتيتيف فيها 400 لاعب بالستاف تاعها وحده لي زيكيبمون كي سينيور يخدموا عندهم دي مويان بيداغوجيك على ديسبوزيسيون اموات كامله الملعب وحدهم يدربوا. انا تحس باللي الفريق هذا بدا. ضيف الى ذلك كاين ديز انفراستركتور دين دان كلوب بروفيسيونال اللي متواجده في الوفاق كالفندق للسيتيان اقاب ولا بوتيك اموات هكذا تبشر بالخير. ينقص الملعب الملعب هذا شوف الملعب الاخ كريم الملعب هو كولا مزديه في الجزائر. لا لا قلت ينقص الملعب لانه هذا البعد اللي وصل للوفاق الصيفي نقول وفاق نقول شباب القبائل نقول المولوديه نقول الفرق اللي توجت بالالقاب لو كانت الفرحه ربما في الصيف افضل بالنسبه للجو لان نقولها اليوم لما نتحدث عن الاهلي والزمالك الاهلي نقول نادي القرن باتم معنى الكلمه من حيث المرافق من حيث الملعب من حيث كل شيء. اليوم ان شاء الله الوفاق وان شاء الله كل نوادي خاصه وانه فيه مشاريع المستقبل هذا على المشروع تاع الصيف الملعب المركب اللي هو يعني انا كان عندي الحظ باش حضرت وشفت بريزونطاسيون تاع البروجي اون بريزونس تاع لونتربريز والبيرو دي تي سي دي اسبانيول. دونك المشروع هذا ان شاء الله لي طرافو لانستالاسيون تاع لو شونتي سيتي بريفي في لافان في لافان تاع المو دو جانفي جو بونس باللي d'ici le mois de mars peut-être la marche d'ici le mois de janvier mashallah تبدا الانستالاسيون الشانتيه. دونك لو بروجي هذا فات رياليزي ان شاء الله لانه هم الدوله الجزائريه باش يديروا منشاه كبيره وان شاء الله ان شاء الله نظن باللي التتويج تاع هذا يزيد يسمح ان شاء الله للجزائر لماذا باش تحتضن كاس افريقيا 2017 ان شاء الله. طيب نعود الان للمنافسه المحليه والمنافسه المحليه في نهايه هذا الاسبوع تميزت بلاعب دوره ثمن النهائي لكاس الجزائر الوفاق الصيفي كان اول من ضمن مكانه في دور ربع النهائي بعدما فاز على نجم القليعة بهدف دون رد. واليوم نقترح عليكم مباراة نادي اليشير التي جمعته بأمل القبة. كيف كانت المباراة سنتعرف عليها في هذه التغطية. هكذا كانت فرحة عناصر النجم اليشير عارمة عقب تأهلهم إلى الدور الربع النهائي على حساب شباب أمل القبة وهذا لأول مرة بعد 30 سنة من تأسيس النادي. هذه فرحة لا توصف لأنه أول مرة نتأهلوا للدور كما هذا وراح نلاقي وإن شاء الله يعني فريق كبير. ما زال ما على بالنا شكون اتحاد العاصمة جمعية شلف. إحنا راح نزيدوا نطمحوا أن نمر للدور المقبل إن شاء الله. إحنا الحمد لله اللي فرحنا لياشير وإن شاء الله نطمحوا الحجم أكثر وإن شاء الله نديروا ريزلت مع اليسمى. نجم لياشير كان الأفضل خلال المرحلة الأولى قياسا بالفرص التي أهدرها في هذا الشوط. والبداية كانت بهذه التسديدة من عزلي صدها الحارس منداس.
ثم عرضية تابتي بلال صدها من جديد الحارس. أفضل فرصة لتهديم جلب النجم ضيعها عازلي الذي لم يحسن التعامل مع هذه الكرة سهلة، ويبقي بذلك على نتيجة التعادل السلبي في المرحلة الأولى. الشوط الثاني لم نشاهد فيه الكثير رغم السيطرة الواضحة للنجم الياشير. التسعين دقيقة انتهت بالتعادل السلبي أيضا. وبداية الشوط الإضافي الأول كانت بطرد طالبي من جانب القبة لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية. دائما دون تغيير في النتيجة حتى نهاية الشوط الإضافي الثاني، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح حيث تألق حارس النجم السبع بتصديه لركلة مواس وشيخ عدلان، فيما نجح عامر توفيق من تسجيل الركلة الأخيرة لليشير الذي تأهل بفضل ضربات الترجيح 4-3. يعني فرحة عالمة مش غير عندي أنا وكل سكان بلدية الياشير بنزالهم وبنزائهم، والحمد لله يا ربي، ونهديو الفوز على الشعب تاع الياشير اللي جانا وسكان بلدية الياشير وكل ولاية بوجبارانش كامل اللي جاو ساندونا، بارك الله فيهم يعطيهم الصحة. التغطية كانت لي الزميل محمد صالح بوساكر. نعود لك سيد بن محمد، تعرفون نادي أمل القبة يلعب معكم في قسم ما بين الرابطات، وفي هذا في البطولة تحتلون المركز الثامن هكذا. ماش حنتكلم على البطولة قسم، نتكلم على الكأس. في الكأس في كل موسم تختار نادي ما، مانيش حنقول أنكم راح تلحقوا للنهائي ربما لما لا، لكن لو تحكينا على هذه المغامرة وكيف يعيش أو تعيش مدينة الياشير ككل في منافسة كأس الجزائر. مهم لا كوب هذه استاذ، احنا كيكيب صغيرة لما بين الرابطات مش لوبجيكتيف تاعنا ني باش ندو لا كوب ولا حاجة. إلا جات مرحبا بها. ما بينا. خاصة لك النهائي أمام الوفاق الصيف. كاين الصيف كاين هذه يزمة كاين لا كوب لا كوب داجيري كاين مواليها كما نقولوا حنايا. كاين فرق يعني هادشي ما راحوش حابين تديوها ولا ما فهمتش؟ لا مش حابين نديوها، انا ماذا بينا ان شاء الله. ان شاء الله الكاس الجمهوريه هذه مشات معنا في القرعه، مشات معنا من الديبي في الترونديزيام دي فينال، في السازيام دي فينال، في الويتيام دي فينال، اننا اكل لعبناهم في البرج وطيحتنا مع فرق يعني في المستوى تاعنا. دوك بقاونا الفرق الكبار هذو، ان شاء الله احنا دوك بقات ما شلف ولا ليزما يجوا عندنا، ان شاء الله احنا نديروا اللي علينا واللي جابها ربي مرحبا، بويسك للفريق أول خطرة في التاريخ الدور هذا، احنا ماذا بينا نزيدوا نروحوا بيت. المدينة كيفاش تعيش هذا المدينة؟ يعني كما يقولها ما قدرش نقول لك شغل معجزة هكذا، الفريق يعني تأهل للربع النهائي في كأس الجمهورية. ألف ألف مبروك. بارك فيك. إذن اليشير تعيش الحدث، السيدة الكأس هي هكذا، وسطيف تعرف جيدا قيمة كأس الجمهورية وحكاية الحب بينهما. طبعا الحدث أيضا في منافسة كأس الجمهورية يعني نادي كبير إفريقيا محليا وشبيبة القبائل، الفريق الذي أخيرا أصبح يلعب بجمهوره. الحدث كان مميزا واستثنائيا بملعب عمر حمادي بعد أن رفع المكتب الفيدرالي العقوبة عن شبيبة القبائل. الشبيبة تنقلت إذن إلى ملعب عمر حمادي بحضور جماهير كبير وكبير جدا. كيف عادت الشبيبة وبالأحرى كيف عاد جمهور الشبيبة؟ في روبورتاج للزميل سعد نوردي. أخيرا وبعد أن طال انتظار الأنصار وازداد عناء اللاعبين مع المدرجات الشاغرة، ها هي شبيبة القبائل تعود لتستقبل منافسيها بحضور الجمهور. هذا بعد الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي الذي قرر رفع العقوبة على الشبيبة، قرار استحسنه الجميع سيما أنه تزامن مع الدور الثمن النهائي للسيد الكأس، المنافسة الأكثر شعبية لدى الجماهير. فقط الشبيبة ولكن كل الكرة الجزائرية، وهذا يعني لأن مقابلات بدون جمهور ما فيش يعني طعم، وهذا الشيء معروف من كل الاختصاصيين ومن كل الجماهير. ولكن حاجة اللي نذكروها أن الشبيبة تستاهل جمهورها والجمهور يستاهل الشبيبة تاعها، والحمد لله، وان شاء الله يكون مرحله رياضيه يعني عاليه في اليوم. كما راكم تشوفوا اجواء زاهيه بزاف عرس كروي،
نقول لشباب قسنطينة مرحبا بكم، أنصر شباب قسنطينة ثاني أخاوتنا، نقول لهم بيبليك تاجياسكا أعطيكم صحة كي جيتو، كل واحد يدير الخدمة اللي كاينة في يدو وإن شاء الله ربي يجيب الخير إن شاء الله. جمهور الشبيبة انتقل بالآلاف إلى العاصمة واكتسح منذ الصباح ملعب عمر حمادي ببلوغين، وكله أمل أن يكون قرار رفع العقوبة بمثابة انطلاقة جديدة للكناري للعودة إلى المنافسة من أجل الألقاب كما عودت الشبيبة أنصارها في كل موسم. احنا عانينا بزاف، سفرينا فريق القلب شبيبة القبائل ثم ما قدروش نشوفوه منا، يا الحمد لله ربي العقوبة والحمد لله، وان شاء الله يكون فيها فوز كبير ان شاء الله. اقلاو الفرحه تصيقي سكوس مثل فلاج ياسكاك ذو الحرش ولا غ الماتش اسكي كراد صباح ناس هضروا حربوا لوغين توجور اقلاض كينير اي نو نكمل وان شاء الله. سي تان بليزير دو فوار تو سومونت جي رونكونتري دي سوبورتور دو كونستانتين جي زانفيتي ميم سخام ناسيا وذات ماثن ا بارتي دو دوجوردي سي لا لونس ان شاء الله ولا جي اس كا ديفيان تراف بلو فور ان شاء الله افيك سي سيبورتور. يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. اس كا جي اس كا ثلاثه مادام لن يركزن جي اس كا وثغلاله. حتى انصار شباب قسنطينة كان لهم نصيب في هذه الاجواء الاحتفاليه كمقابله في الكاس بهذا الحجم، فريقين كشباب القبائل وشباب قسنطينة من إنا دمشي بس لعب أو يكلو فهمتني ما يكون يروح تلو شارم جها. الروح إذن تعود إلى المدرجات. الشبيبة السي حسن حمار لم تكن ولن تكون وحيدة، لأن الآلاف والملايين من عشاقها سيكون وراءها، وأن تكون حاضرا في ملعب عمر حمادي ليس من أجل مباراة شبيبة القبائل وطبعا شباب قسنطينة، بل من أجل شبان الوفاق الصيفي، ولكن هذه الأجواء هي الأجواء التي تليق بشبيبة القبائل وبكل الفرق الكبيرة. طبعا طبيعة الحال مقابله بدون انصات يعني كما الطعام بلا الملح تاعو بلا الملح تاعو، دونك مليح مقابله تاع كره قدم لازم يكون تولي زانغريديون سوغيني باش يكون اون بارتي دو فوتبول. الصيف كان في الخير على شباب القبائل لما استقبلوا في الصيف رفعت العقوبه عليهم. احنا استقبل احنا عطينا لهم باش يجيو يلعبوا معنا في الصيف. وستكون مباراة فيها الدور ربع نهائي بين الوفاق الصيفي وشبيبة القبائل، لكن في انتظار ذلك نتوقف عند شبيبة القبائل وكيف تأهلت إلى الدور المقبل الربع النهائي على حساب شباب قسنطينة، دائما مع الزميل سعد نور الدين. لقاء شبيبة القبائل وشباب قسنطينة لم يفي بكل وعوده وكان متوسط المستوى على العموم. المحاولة الأولى كانت عن طريق مخالفة كمال يسلي، رد عليه حمزة بولمديس بقذفة على الإطار. بعد ذلك فتح من اليسار من عبد الجليل وتسديدة سي عمار تخطئ الشباك. في الدقيقة التاسعة توزيع من اليسار من كمال يسلي، سوء تفاهم بين الحارس محمد سيدريك ودفاعه، يستغله الشاب ملك حجادم يسجل الهدف الوحيد في اللقاء. بعد هذا الهدف أخذ السي اس اي بزمام المبادرة وراح يهدد مرمى الباري عز الدين دوخة، لكن كل المحاولات باءت بالفشل كتوزيعة رماش ومخالفة حجي. الشبيبة حاولت مضاعفة النتيجة بمخالفة زيتي التي لم يحسن استغلالها مكاوي، لينتهي الشوط الأول بفوز الشبيبة بهدف مقابل صفر. الشوط الثاني لم يختلف عن سابقه من حيث الأداء، انتظرنا 20 دقيقة لنشاهد محاولة يسلي التي حولها سيدريك إلى الركنية، وفي ربع الساعة الأخير توالت محاولات الشباب عن طريق حجي بالأخضر وفوافي لكن دون أن تغير فيها النتيجة، لتضرب الشبيبة موعدا لوفاق سطيف في الدور الربع النهائي في لقاء النهائي قبل الأوان. كما شفت خويا شحال هذا حنا نلعبوا بلا بيبليك، كذب عليك البيبليك سي كي تلعب بالبيبليك وبلا بيبليك سي ان غران ديفيرونس سي الدوزيام جوار سي ان فري سوتيان. نشكرهم على هذا التنقل اللي تنقلوا بقوه، يعطيهم الصحه ونهدي لهم التاهل هذا لهم. اون افي اون فوت اون اوكيسي ان بيت اون بيتيت فوت دو ريان دي تو ان موفي ان موفي ان موفي ريكوباج
Pourtant, on était en train de bien jouer. Et puis, une petite faute qui amène un but. Bon, ce cas, c'est que je n'aime pas d'accabler des joueurs. Cédric m'a dit, à la mi-temps, je voulais parler avec les joueurs pour dire pourquoi que la faute est venue, d'où elle est venue. Cédric m'a dit, coach, laisse, c'est de ma faute à moi. إذن تأهل فريق شبيبة القبائل أسعد أنصارها وأسعد أيضا عشاق الكرة الجميلة لأنه بكل بساطة الطبق في الدور القادم سيكون بين وفاق سطيف وشبيبة القبائل خير دين مباراة كبيرة كلاسيكية تقليدية بين الوفاق سطيفي وبين الشبيبة المباراة الكبيرة تتوالى بالنسبة لوفاق سطيفي دائما مش راح تحبس عجلة سميوها احنا العجلة هذه دائما طبيعة الحال عندنا مباراة في البطولة نهائي دوري كما نقولوا مع مولودية بجاية طبيعة الحال هذا الأسبوع تجي مباراة شبيبة اللي عندنا تقريبا كنا أنا كنت لاعب كنت نتلاقى مع شبيبة قبائل في كأس الجمهورية اليوم كمدرب راح نتلاقى معه راح تكون مباراة كبيرة أيضا أمام هذا الفريق اللي راه يعود يعني في خاصة في المباراتين الأخيرتين أمام نصر حسين داي والفوز أمام شبيبة قسنطينة اللي راح تخليه من الناحية النفسية والمعنوية يكون أفضل من اللي كان عليه سابقا وراح تكون طبيعة الحال المباراة كبيرة قوية إن شاء الله فنيا ترقى إلى المستوى المطلوب حسن حمار تفضل فريق كبير كشبيبة قبائل متعود على الألقاب وأنك تفضل فريق صغير في الكأس والله احنا نلعبوا مع أي فريق سوستاد لا كومبيتيسيون ما عندكش اختيار والله المهم احنا الحمد لله يا ربي القوعة انصافتنا وجابت شباب القبائل لسطيف دونك نقول لهم دوسي ديجا اهلا وسهلا بكم في سطيف وان شاء الله نديروا مقابله كبيره ان شاء الله طيب نعود ربما للحديث عن نادي آل ياسر لو تعود بنا ايضا حتى نتعرفوا على هذا الفريق نتائجكم في البطوله وطموحاتكم ايضا بالنسبه للبطوله في قسم بين الرابطات البطوله احنا مكتسحين ويتيم المرتبه الثامنه درنا ايكيب باش نربع لاكسيسيون ما مشاتناش مليح مي كيما يقولها ما نشرطار لاكسيسيون باسكو الانتر ليغ تربح تطلع تخسر تهبط ان شاء الله حنايا الكاس وصلنا المبتغى تاعنا والبطوله ان شاء الله نديروا اللي علينا بور اكسيدي للناسيونال اماتير الطرف الثاني في المباراة هو عبد النور شباب قسنطينة اللي تراجع بشكل رهيب في المدة الأخيرة بداية موسم قوية جدا ولكن في المدة الأخيرة تراجع النتائج بشكل أثارة حيرت كل أنصار هذا الفريق الذين كانوا ينتظرون في موسم كبير لشباب قسنطينة بالضبط نظن باللي غياب بولمديس في بعض الجولات انقص نوعا ما قوة شباب قسنطينة في الخط الأمامي وأثر نوعا ما خاصة نعرفوا شباب قسنطينة يحاول يبني اللعب من الوراء إلا أنه في إنهاء الهجمات كان في دون المستوى في غياب بعض اللاعبين اللي كانوا يعطيوا تلك الإضافة لكن بمرور الجولات أنا لاحظت شباب قسنطينة يسيطر على المباريات خاصة في الشوط الثاني ضد شبيبة القبائل سيطر على المباراة وكانت عنده فرص كثيرة خاصة فوافيخ في عدة مناسبات كان وجه لوجه ونظن كذلك ربما نظن باللي تحضيرات بداية الموسم أثرت نوعا ما اللاعبين خاصة نشوفهم في الناحية البدنية في الدقائق الأخيرة ما يلعبوش مع نسق المباراة ماشي كما يبدأوه يكملوا به ربما اللاعبين ربما لحقوا ما نقولوش تحضير غير ملائم إلا أنه ربما كان لو فينومون دو سور اونترينمون معناتها كان تدريبات زائدة لأن تغيير مدرب اللي ما يدركش واش المدرب اللي قبله واش عمل ويقوم ببرنامج تدريبي إضافي هنا هو الخلل نظن بالحوت رغم وجود بونعاس في الفريق ما عطالوش كل المعطيات اللازمة خاصة من ناحية البدنية هذا الشيء اللي يؤثر سلبيا على المردود اللاعبين من ناحية البدنية الآن شباب قسنطينة يوسف سيبحث عن ضمان أفضل مرتبة ممكنة في الدوري بعد خروجه من الكأس ويبحث دائما عن تتويج في السيدة الكأس والمضي بعيدا لكن لن يكون في هاته طبعا بعدما انهزم وأقصي في هذا الدور الثمن النهائي وسنقترح عليكم الآن مباراة أخرى جمعت هذه المرة بين جمعية وهران واتحاد الشوية المباراة امتدت إلى الوقت الإضافي وضربات الجزاء سيكون الملخص بالتعليق للزميل طه شعبان
اللي هو موسي. موسي محاولة ويسجل، محاولة ويسجل، يسجل موسي الهدف الأول بعد حقيقة كرة جميلة جدا في مرمى الحارس خلابي إسماعيل. كيف نفذها كان فيه فراغ في الجدار، يعني كان فيه منذ البداية موسي، وانطلاقة صعبة صعبة لصالح فريق جمعية، وتدخل من دفاع اتحاد الشوية خل منطقة العملية يخرجها فريق اتحاد الشوية إلى الأمام، وانطلاقة انطلاقة سريعة جدا لصالح اتحاد الشوية، ربما راح يكون الهدف الثاني، والحارس يتألق ثم تبقى الكرة ويخرجها الثاني، ربما كان قاتل بالنسبة لفريق الجمعية، عفوا لصالح جمعية وهران. انطلاقة على الجهة اليمنى، فتحة أرضية مليحة، وهدف التعادل، وهدف التعادل بالنسبة لجمعية وهران عن طريق عواد محمد، عليه فريق جمعية وهران وفتح هذه التغطية الدفاعية. اللاعب السابق لمولودية وهران ولشباب بالوزداد، إذن محمد عواد يسجل هدف التعادل، وهكذا الضربة الترجيحية. ضايعة، ضاعت من لمهان، ضايعة من لمهان. نايت سليماني سجل ويتأهل، ويتأهل فريق جمعية وهران إلى الدور القادم، الدور الربع النهائي، وستكون المواجهة إذن إما أمام مولودية الجاية أو مولودية وهران. إذن هنيئا لجمعية وهران على وتعليق في هذه المباراة كان لي الزميل عبد الحفيظ شايب. خد نعود لك ربما بالعودة لهذه المباراة أيضا، سبق واجهتم جمعية وهران تؤدي في موسم كبير وبكرة ممتعة ومقنعة، حتى إذا كان اتحاد الشوية في هذه المباراة سبب لها بعض الإحراج. يعني والله يا رمي أدوا في موسم جد استثنائي بالنسبة لي، لأنه شفناهم في المباراة ضدهم، ولو أنه إحنا تحججنا بمباراة النهائية من فيتا كلوب أدوا مباراة كبيرة يعني بالشبان اللي عندهم وبفريق يعني تقريبا تجدد بشكل يعني كبير، يعني بنسبة كبيرة. ما ننساوش أيضا دوب فوضي اللي راه معاهم، وهو أيضا منسق ونظن عنده الخبرة في هذا الشيء، ويعرف حتى يجيب اللاعبين، ونظن عنده هو اللمسة تاعه في هذا الفريق مع المدرب الفني تاع جمعية وهران، اللي نظن اللي أعطاه نظن أعطى شخصية لهذا الفريق، ولو أنه شاب تنقص التجربة في بعض الأحيان، ولكن ظني أدي في كرة جميلة اللي تقلق العديد من الفرق سواء في الدوري، وشاهدناه يعني مبروك له التأهل إلى الدور ربع النهائي. عانى أمام فريق ليس أي فريق اتحاد شوية سي حسن حمار، اتحاد شوية شفنا قدم مباراة جميلة، واتحاد شوية يبقى دائما هذاك الفريق اللي أسعدنا وقدم كرة جميلة لسنوات قبل أن يغادر رابطة المحترف الأول. لا شوف سنسامول الفريق تاع الشوية بغي من عني خالي اللاعبين توعوا بزاف لهذا السنة، غادروا الفريق لأحل شباب القبائل لأحل، لكن اللي عندهم لاعبين اللي عندهم إمكانيات وما همش بعيد على الأكسيسيون، دونك نقول لهم الكأس هذه هي الكأس، ما عليهاش حظ موفق إن شاء الله في البطولة. حظ موفق إذن لاتحاد الشوية في البطولة، أمل الأربعاء هذا الفريق الذي مر بفترة صعبة في البطولة، استرجع التوازن في الدوري، وأيضا أصبح يتألق في منافسة كأس الجمهورية، عاد بالتأهل من عين الفكرون أمام الشباب المحلي في مباراة كانت مثيرة وامتدت إلى الوقت الإضافي. المباراة حضرها الزميل سعيد بلاس. أمل الأربعاء تمكن من اقتطاع تأشيرة التأهل إلى الدور ربع نهائي أمام شباب عين فكرون، هذا الأخير كان الأحسن طيلة مجريات اللقاء، وهدد مرمى فلاح في أكثر من محاولة، الأولى كان وراءها قفي في هذه التسديدة، وأبو حربيط في المكان المناسب يضيع. الشباب يضغط بعد ذلك في هذا الهجوم، لكن اللمسة الأخيرة كانت الغائبة الأكبر عند المحليين. أخطر فرصة خلال هذه المرحلة كان وراءها المهاجم بوحربيط الذي يخطئ التصويب هنا.
تتوالى الهجمات وابو حربيد دائما وراء الكرات الخطيره وراسيته فوق مرمى فلاح. المحاوله الوحيده لامل الاربعاء كان وراءها درفلو في هذه الراسيه التي كانت سهله وفي ايدي الحارس. اخر محاوله كانت من جانب عين فكرون وفلاح دائما في المكان المناسب. المرحلة الثانية نفس السيناريو، فريق يهاجم وآخر يدافع وهذه تسديدة نايلي وفلاح بصعوبة يخرجها للركنية. رد فعل الزوار كان في هذا الهجوم المعاكس، فتح الزعلاني لكن تفلو يضيع ما لا يضيع. ثم فرصة أخرى من عين فكرون، جبالي البديل في تسديدة قوية وفلاح بكل روعة ينقذ مرماه. فلاح رجل اللقاء وفي الدقائق الأخيرة ينقذ مرماه من هدف محقق بعد تسديدة جبالي، وكان ذلك في الدقيقة 43. والذهاب إذن إلى الوقت بدل الضائع، ولأن الكأس تربح ولا تلعب كما يقال، جاء هدف الفوز والتأهل عكس مجريات اللعب. مقتاد وفي الدقيقة 108 يتمكن من هز شباك المحليين. وفرحة أنصار أمل الأربعاء الذين تنقلوا إلى ملعب عين مليلة. إذن هدف وحيد وتأهل كبير لأمل الأربعاء إلى الدوري المقبل. دل على فيكتوار اللي درناها اليوم مع شباب عين فكرون، ما يخفاكش بمام هما يلعبوا كرة نظيفة وين داروا لنا شويه صعوبات سيرتو ما في كادر فانديمينيت. الحمد لله مام كان عندنا الغارديا تاعنا كان في نهارو، وما نشكر اللاعبين اللي داروا المجهود هذا، الطاقم الفني كاع اللي سيبورتر اللي جاوا معنا. الوقت كما يقول لك التاهل هذا نهديه للانصار اللي جاوا بقوه معنا، كرينا لي زوكازيون الحمد لله، رانا نلعبوا بلا اونترينر كما نقولوا، كرينا بوكو دوكازيون مالغري كما نقولوا راطينا، صح الحظ ما كانش معنا. هما كشت تسمى الناس تفرجت باللي تسمى اكسيون ماركاوها لنا، يعني يلاكم كما نقول لك تخير، مي كما نقولوا حنا نتفائلوا بالماتش اللي درنا هذا، بالروندمون اللي درنا هذا، باسكو بوكو بليس حنا نخدموا في الشامبيون ماشي في لاكوب. واش نقول لكم بصحة، يعطيهم صحة لي جوار داروا لي عليهم، وان شاء الله في الشامبيون ان شاء الله. والمباراة كانت قوية بين الأربعاء أمل الأربعاء وشباب عين الفكرون. وبالعودة للحديث عن هذه المباراة عبد النور، شباب عين الفكرون اصطدم بحارس كبير في هذه المباراة اسمه سيد أحمد فلاح، والفعالية والواقعية كانت من أمل أو من جانب أمل الأربعاء الذي سجل بهدف مبني إن صح التعبير. نظن باللي لا ديفيرونس قام بها مقداد في لقطة واحدة وكان فعال، إلا أن الشلغوم العيد ما فرقش ما بين ما بين السرعة وسرعة في التنفيذ والتسرع. نظن تسرعوا اللاعبين كثير في مباراتهم، في اللقطات نشوفوا ضيعوا كرات سانحة للتسجيل، وهذا هو ما يسمى بالواقعية. أمل الأربعاء متعود أنه يسقط في أمام شباب عين فكرون في كأس الجمهورية، ولكن هذه المرة فعلها ويتألل الدور القادم لمواجهة فريق آخر من الرابطة المحترفة الأولى، هو نصر حسين داي الذي تأهل والذي سنعود إليه بعد لحظات. ولكن الحدث كان كبيرا في مدينة وهران، المدينة التي استرجعت بريقها بفضل مولودية وهران وجمعية وهران. القمة كانت بين المولودية الوهرانية ومولودية بجاية في أجواء استثنائية. المباراة تعلق عليها الزميل طه شعبان. واللي راه يعطي كور طويلة وما كانش تنسيق في اللعب، ما كانش يعني كورة، وكرة من هناك لصالح المولودية الوهرانية عن طريق شريف هشام، راح تكون التوزيعة مباشرة في الشباك الخارجية وخارج المستطيل الأخضر. يتواجد العربي كمال أو العربي كمال، كرة دائرية والكرة في أحضان الحارس منصوري إسماعيل. لاحظوا الروح القتالية المفعمة بالمنافسة وروح التحدي، كرة ممتازة من هناك ناحية شريف هشام. الحكم يوقف المباراة. ها هي الإعادة. شريف هشام يعني في المتابعة، تابع الكرة كما ينبغي، احتكاك مع الحارس، احتكاك مع الحارس، كان فيها سوء تفاهم بين المدافعين والحارس، علاش الكرة حبست من أيمن عقيد. الساخ كرته طويلة
مباشرة ناحية الأمام، كانت في أحضان الحارس منصوري كرة ياسين بزاز، لم أقل القائم ياسين بزاز، ياسين بزاز غير من هناك مباشرة ناحية شريف هشام والتسديدة، تسديدة شريف هشام والحارس مسموع منصوري في المكان المناسب. في التنفيذ دحوش نسيم كورتو دارية، دحوش صعبة هذه الكرة، ويعلن على نهاية هذه المرحلة الثانية والمباراة بفضل الانتشار الجيد. ندوم بيطلب الكرة ياسين بزاز، ياسين بزاز يمر عن طريق المراوغة والتسديدة، تسديدة ممتازة من ياسين بزاز. وفي هذه الأثناء الحكم عبيد شرف يعلن على نهاية هذا الشوط الثاني بين حال في أولى ضربة جزاء بالنسبة لمولودية بجاية أمام الحارس بالعربي، ورحال يتمكن من التسجيل. مرباح، مرباح أمام الحارس منصوري، الحارس منصوري يتمكن من إنقاذ فريقه. اللاعب دحوش، دحوش يسجل، يسجل دحوش ويمنح التأهل لفريق مولودية بجاية في تأهل تاريخي إلى الدور الربع النهائي من منافسة كأس الجزائر. فرحة عارمة وسط. إذن تأهل تاريخي لمولودية بجاية التي ستعود إلى وهران في الدور القادم من أجل مواجهة جامعة وهران، ولكن قبل أن تواصل غمار منافسة كأس الجمهورية لقاء كبير ومثير جدا تنتظره كل المدينة أمام بطل إفريقيا، أمام بطل السوبر، أمام خير الدين ماضي وأشباله. خير الدين، مباراة أيضا ستكون كبيرة بالنسبة إليكم وستكون ربما حدث الجولة. توالي المباريات كلها درك مباريات صعبة، تكلمنا قبيل عليها، قلنا نهائي الدوري قبل الأوان ولو أنه يعني اللعب الدوري يعني مازال شوية، ولكن مباراة راح تكون يعني نظن فريقين اللي فازوا تقريبا في آخر مواجهة، احنا فزنا بالسوبر وهما تأهلوا خارج ميدانهم، يتواجدوا الفريقين في نفسي في حالة نفسية يعني تكون عالية. مباراة صعبة خاصة في بجاية أمام هذا الفريق اللي نظن بدأ يأخذ مكانة كبيرة في الدوري الجزائري. إن شاء الله إن شاء الله نأدي مباراة كبيرة وتسود فيها الروح الرياضية، سواء غالبين ولا مغلوبين على الأقل نعطيه صورة جميلة مثل ما أعطيناها اليوم أمام الفريق الأهلي إن شاء الله. حسن حمار يوسفي على جيدة كرة القدم قال لك أنه فريق مولودية بجاية قوي خارج قواعده، يلفت انتباهك لما يلعب خارج ضيار. لا احنا شفتوه في المقابلة تاع المقابلة تاعنا من في سطيف مع العلمة مع اتحاد مع مولودية الجزائر، يعني فريق لي تشوف تحس بلا توش تاع المدرب، العمل اللي يقوم به داوي بريباراسيون، تشوف المرتبة هذه ما جاتش وازا، هذا عمل نتاج تاع عمل تاع انستابيليتي تاع انستاف تكنيك بيبليك اومور اللي معاهم. دونك با لا ميم اوكازيون نقول لهم مبروك عليكم التأهل في كأس الجمهورية وإن شاء الله اللقاء نهار إن شاء الله. طيب سيد حسن حمار، ربما نبقى في هذه المباراة وأهميتها خاصة لبقية مشوار البطولة، هل الآن ربما التتويج بكأس السوبر والتتويج بكأس رابطة أبطال إفريقيا يخلوا ربما أنصار الوفاق يضغطوا ويطالبوا بالبطولة والكأس لما لا مثل ما كان عليه الحال قبل أعوام؟ لا شوف الأخ يوسف، الضغط هذا ما أنا ما كانش في القائمة مستعدة، لأنه الواحد يسير مقابلة ما يديرش ضغط لا نفسه أنا ولا على الطاقم الفني ولا على اللاعبين، إحنا نلعبوا مقابلة والتوفيق مع عند ربي، وفي نهاية الموسم نشوفوا نديروا دي كونت فينال تاعنا ونشوفوا الحوايج الإيجابية نقاديو والسلبية نسيو باش ناميليوريو الوضعية، لكن باش كاين ضغط ولا ما كانش، أنا قلت لك أنا في القائمة مستعدة ما كانش الضغط. هذا جواب صريح، لكن ما تطمحوش الى تتويج بشيء اخر في نهايه هذا الموسم. لا انا قلت لك احنا طبيعه الحال احنا الوفاق معروف يلعب على الالقاب والتتويجات هذه حقيقه، ما نقدرش نقول لك انا لا بصح راني نقول لك ما نديروش ضغط لانه البطوله مازال 30 نقطه 30 نقطه في المزاد، دونك 30 نقطه هذه في المزاد هذه فيها مقابلات كبار تقول مقابله صعيبه، والمهدو تاع اللعب في المقابله هذيك يكون اللاعبين ككل كتله يلعبوا وتكون مهدو تاعهم احسن، وقادر مقابله سهله على الورق
وفي الميدان تكون صعيبة وما تقدرش تشوف اسمه. دونك هذه هي الوضعية. دونك مازال هي ني طونكو جوي في البطولة خاصة خير الدين تقعد كات طهوة كات جونين ثم نعرفوا شكون الشامبيون ان شاء الله. خاصة خير الدين أن هذه البطولة مختلفة عن المواسم السابقة، مفاجآت كثيرة، نتائج غير متوقعة، والتنافس على اللقب قد يكون بين أربع خمس نوادي أو ست نوادي لغاية الجولة الأخيرة. صحيح، لأنه الفارق ضئيل، حتى الفرق اللي راهي يعني في المؤخره تقريبا في مؤخره الترتيب لما تفوز اثنين ثلاث مباريات يعني تلقى روحها تقريبا تلعب على البوديوم. حتى فريقك السابق شباب الوزداد اللي كان يعاني الان يتقد بامكانه التنافس حتى اللقب على اللقب. تعثر الفرق اللي كانت مرشحه للقب منها احنا لانه ضيعنا العديد من النقاط في فوق ارضيه ميداننا، حتى اتحاد العاصمه اللي ضيع تقريبا العشرات من النقاط فوق ارضيه ميدانه، مولوديه الجزائر اللي كل كان ينتظر أنها يعني تقوم بموسم استثنائي، هذا الشيء خلى الفرق مثل شباب الوزداد، مولودية بجاية، حتى في وقت مضى شباب قسنطينة، جمعية وهران أيضا اللي راهي مولودية وهران. نظن هذو الفرق يعني استغلوا سبات نوعا ما تاع هذا الفرق، ولكن بدون ما ننكر العمل اللي راهم يقوموا به، لأنه هذا الفرق الكبيرة يعني بين قوسين احنا رانا نشتغل ونعمل بطبيعة الحال، وحتى هذه الفرق راهي تعمل وراهي تشتغل وراهي تحصل على نتائج بفضل العمل تاعها. وكما تكلم حسن الاستقرار ايضا مهم بالنسبة لبعض الفرق اللي راهي بدأت تفهم هذا الشيء وبدأوا يستقروا سواء في التشكيلة او حتى في الطاقم الفني، والان نشوفوا فيهم يمدوا في نتائج ملح. طيب نبقى مع المنافسة وكأس الجزائر ونختم الصور الخاصة بهذا دورة النهائي بلقاء نصر حسين داي الذي استقبل دفاع تاج نانت وسبب له الكثير من الإحراج في هذه المباراة، والتغطية والتعليق للزميل اسماعيل ميلودي. في مباراة تميزت بالنفس الطويل نصر حسين داي يكسب تأشيرة المرور إلى الدور الربع النهائي على حساب ضيفه دفاع تاج نانت ليكون أول امتحان ناجح للعائد إلى بيت النصرية في ثوب المدرب إغيل مزيان. بداية عرفت جس نبض من طرف أصحاب الأرض الذين حاولوا حسم الأمور مبكرا، وبمرور 13 دقيقة لعب الحكم بامبراهم يمنح ضربة جزاء لنصر حسين داي بعد لمس الكرة لعب الدفاع داخل منطقة الجزاء، تولى تنفيذها قبلي بنجاح مانحا التقدم لفريقه. هدف وضع المدرب غرارة في حيرة وتساؤلات كثيرة عن الوجه الشاحب الذي بدأ به فريقه اللقاء، لكن الرد على هذا السؤال جاء في الدقيقة 40 بتسديدة من بن علجية الذي عدل الكفة بهدف جميل معيدا اللقاء إلى نقطة الصفر، ونهاية المرحلة الأولى لا غالب ولا مغلوب. تنطلق المرحلة الثانية في رحلة شاقة لنصر حسين داي بالبحث عن أهداف أخرى تضمن شرف التأهل إلى الدور القادم. محاولات هجومية وحارس دفاع تاج نانت يتحمل عبء اللقاء والتصدي لكرات خطيرة لم تأتي بالجديد. لينتهي الوقت الرسمي وتمر المباراة إلى الشوطين الإضافيين، وإقحام المدرب إغيل البديل إزيشال الذي كانت له كلمته في الشوط الإضافي الثاني برأسية أضافت الهدف الثاني وأكدت مرور النصرية إلى الدور الربع النهائي في مباراة ستكون كبيرة أمام أمل الأربعاء. التأهل كان صعب، ولكن عرفنا كيفاش نتكلموا معهم، وجدنا الفريق لأن كنا شفنا، وأنا شخصيا نعرف تاج نانت بلي عندهم فريق مليح ويقدر يدير لا ديفيرونس على توم مومو. الخسارة ما نحشموش بها لأنه الهدف هدف الفريق هو البقاء في القسم الوطني الثاني ممتاز. قدمنا جينا بنية باش نستثمروا في مشاكل نصر حسين داي، اصطدمنا أمام فريق كان حاب يتأهل، كان حاب ينحي المشاكل يحط المشاكل جانبا، لكن الهدف الثاني لأقصى على كامل حظوظنا، ونقدر نقول خرجنا بشرف من كأس الجمهورية.
إذن المباراة كانت قوية بين الفريقين، وعرف فيها نصر حسين داي كيف يسير المباراة ويفوز في الأخير بنتيجتها ويتأهل إلى الدور المقبل. وفي هذه المباراة فيه بعض اللقطات التحكيمية هكذا السيد زكريني، سنتوقف عندها. لا، في حالة تحكيمية تاع ضربة جزاء لنصر حسين داي، ضربة جزاء موجودة لأن اللاعب لما سقط اعترض الكرة باليد والحكم أعلن عن ضربة جزاء، وضربة جزاء صحيحة. عبد النور، أعود إليك ربما فيما يخص المباراة. نصر حسين داي هو الآخر يطمح الذهاب بعيدا في الكأس وربما تعويض النتائج السلبية التي يحققها في البطولة. بالمقابل دفاع تاجنانت أبهر في هذا الموسم ويحقق في نتائج إيجابية في الرابطة الثانية، وكاد أن يفعل رح نقول بين قوسين مفاجأة ثانية بعدما تغلب في الدور الماضي على شباب بلوزداد. شوف، بالنسبة لنصر حسين داي المأمورية صعبة، تلعب على جبهتين، خاصة تلعب مباريات كأس في الدوري لكي تحافظ على مكانة الفريق في الرابطة المحترفة الأولى. نظن باللي اللاعبين يضيعوا طاقات كبيرة خاصة في كأس الجزائر، خاصة ولا المباراة تروح حتى 120 دقيقة وتروح ضربة ترجيح. نظن حتى اللاعبين ربما بقدوم مزيان إغيل ربما راح يحررهم نوعا ما من ناحية النفسية، حتى اللاعبين يركزوا أكثر على البطولة، لأن بالنسبة أنا أقول لك شخصيا التركيز على كأس الجزائر بالنسبة للاعبي نصر حسين داي أو فرق تلعب على السقوط صعب 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 جدا، خاصة من ناحية الذهنية. هنا مأمورية صعبة. كنا عبد النور وصلنا الدور ربع نهائي راح يلعب بميدانه، لما توصل تتألي للدور نصف نهائي تعاني في البطولة أو لا تعاني في البطولة الكأس هدف. لكون يكون عندك الاختيار ما بين الحفاظ على مرتبتك أو تستقر في الرابطة المحترفة والتتويج بكأس الجزائر، راح تفضل تبقى في الرابطة. عبد النور، في حالة ما إذا يكون عندك الخيار. لا، الخيار موجود انك لازم اللاعبين اللي عندك في برك الاحتياط لازم تعطي لهم فرصه يلعبوا كاس الجزائر، لكن اللاعبين الاساسيين اللي تحتاجهم باش تجيب نقاط باش تخليك تحافظ على المرتبه تاعك لازم تستغلهم احسن استغلال. وهذوك اللاعبين استغلهم. عبد النور، نشوف الوفاق الصيفي يلعب كاس الجمهوريه البطوله كاس افريقيا، شوف ماشي نفس الشيء. نعطيك الشيء، ربما سالت الرئيس هنا والمدرب هنا. شوف، الاستقرار هو أنا بالنسبة لي هو العامل الرئيسي في تطوير أداء اللاعبين خاصة من الناحية الفنية. في نصر حسين داي تغيير 3 مدربين، الاستقرار غير موجود، اللاعبين المستوى تاعهم ما راحش يكون تصاعدي، المستوى تاعهم راح يكون متذبذب. إذن نهارك اللاعبين تحتاجهم في مباريات صعبة في البطولة ما راحش تلقاهم إذا بقيت تغامر بهم في كأس الجزائر، وهذا الشيء اللي ربما الناس متفهموش. ما كاش العاطفة في كرة القدم، كرة القدم كما قلوا تستعرف بالعمل، والعمل اللي يقول باللي الفريق ما عندوش كما فرص كبيرة، خاصة نصر حسين داي عنده خرجات صعبة جدا. نهاية البطولة ستكون صعبة لكل النوادي. النصرية استرجعت مزيان إغيل الذي عنده الخبرة اللازمة لإنقاذ نصر حسين داي. نصر حسين داي اللي عنده أيضا مركز بن صيام ليتوفر على تجهيزات ستساعد كثيرا اللاعبين. ولكن خرطين، سنتحدث عن اسم، عن مدرب لمن بغرارة، هذا اللاعب الدولي السابق اللي هو الآخر فرض بصمة في دفاع تجنانت اللي أقصي وخرج به شرف. اللي راه يتألق يعني وتألق سابقا مع عدة أندية، نظن عنده الخبرة الكافية في تسيير أي فريق خاصة في هذا المستوى، سواء في البطولة المحترفة الثانية أو حتى الأولى، اللي خضع يعني خبرة كبيرة وحنكة كبيرة ويقدر يقود أي فريق، وهو لاعب كرة قدم سابق يعني كان حارس مرمى ويعرف خبايا كرة القدم وعنده كل الكفاءات المتطلبة عند يعني فني يكون في المستوى إن شاء الله. ونشوفوا تاجنات حاليا سواء في البطولة أو في الكاس، اليوم أسال العرق البارد لنصر حسين داي في الكاس، حتى في البطولة أيضا نظن هو أيضا عنده يعني نسبة يعني كبيرة به يقدر يلعب أيضا على الصعود. يعني موفقين إن شاء الله، وهارد لك إلى تاجنات ومبروك لنصر حسين داي. قبل النتائج النهائية للمباريات وجدول أيضا مواجهة الدور الربع النهائي، ذكريني تبقى
كأس الجمهورية الوفية لتقاليدها قليل جدا الحالات التحكيمية التي تثير الجدل عكس ما يحدث البطولة. لا حتى في البطولة عندنا أسبوعين فقط ارتحنا أسبوعين والقادم أصعب. لا أنا تحط كأس الجمهورية ما ننساش كما أنت قلت مقبل كلام جيد. البطولة إلى حد الساعة لا يوجد بطل لا يوجد من نزل قلت كلام لماذا ما ننساش لعبنا 160 مباراة في 160 مباراة فيه أكثر من 40 انتصار خارج الديار. يعني معناه أن التحكيم يعني ما نقدرش أنا نحكي مع التحكيم رئيس فريق موجود هنا سي حمار أنا مدبي يعني بصفة عامة ما هو رأيك يعني في التحكيم؟ فصل الله شهادة يعني بور لي زاني بريسيدونت نوتامون لا سيزون هذه نظن باللي فيه تحسن ما نقولوش احنا أنا ملاح ملاح لكن فيه تحسن ملحوظ. هذا هو الشيء الأهم في هذا لما كل مباراة تجري بروح رياضية ما فيهاش عنف ما فيهاش هذه معناه أن التحكيم راه يشارك في كرة قدم تطوير كرة قدم الجزائر وإن شاء الله سيكون طبعا في المستوى خلال هذا المنعرج الأخير. الحاسم يوسف وبالفعل نتمنى التوفيق لكل الحكام ولكل الأندية. الآن نتوقف عند النتائج الكاملة لهذه الجولة والتي كانت على النحو التالي أو هذا الدور من كأس الجزائر الدورة النهائي والذي عرف فقط تأجيل مباراة اتحاد العاصمة وجمعية شلف إلى وقت لاحق بسبب مشاركة الناديين في المنافسة الإفريقية وخاصة جمعية شلف التي لعبت نهاية هذا الأسبوع. أما فيما يخص برنامج الربع النهائي فستكون مباريات قوية وكبيرة ربما تتصدرها مباراة الوفاق الصيفي مع أمام شبيبة القبائل. نصر حسين داي سيستقبل أمل الأربعاء. نجم اليشير سيستقبل الفائز من اتحاد العاصمة وجمعية شلف. جمعية وهران تستقبل مولودية بجاية. ربما نعود لرئيس نادي نجم اليشير من تفضلون مواجهة اتحاد العاصمة أو جمعية شلف؟ اللي جا مرحبا بيه احنا ما نقدرش نخيرهم كما يقولها عندنا يحصل لنا الشرف أننا نلعبوا مع إكيب في ناسيونال أون. المهم سيكون عرس كبير في مدينة اليشير. طبعا قبل أن نختم هذا البرنامج الرابطة المحترفة الثانية الكثير من المتتبعين لهذه الرابطة من بين السي حسن حمار خير الدين مضوي أيضا جرت 3 مباريات متأخرة بسبب طبعا الأحوال الجوية. ما حدث في هذه المباريات المتأخرة رصده لنا الزميل رفيق تودفت. استكمالا للمباريات المتأخرة من الرابطة الثانية موبيليس استقبل أولمبي المدية أمل مروانة في لقاء كان أصعب مما تصوره رفاق دريفل حيث فرض عليهم الضيف منطقة التعادل السلبي رغم أن اللعب كان على خط واحد إلى نهاية المباراة بمحاولات متكررة وسانحة للمحليين. قابلها دفاع قوي للضيوف الذين أهدروا محاولات دريفل عابد وبلعودات ولم يترك بدا من إبقاء النقاط على أرضية الأولمبي. مولودية تسعيد أيضا استقبلت أمل مروان على أرضية كانت عائقا أمام الأداء الجيد لأصحاب الديار ناهيك عن الضيف والمحاولات كانت فاشلة إلى غاية الدقيقة 60 أين صنع اللاعب صديق الفارق بتسجيله الهدف الأول والوحيد في المباراة لأن كل محاولة الأمل في التعديل لم تأتي بثمورها. أهلي البرج أيضا نزل ضيفا على وداد تلمسان في لقاء ميزه التكافؤ في الأداء والفرص وحتى النتيجة والتي انتهت بالتعادل هدف لمثله. الهدف الأول كان في الدقيقة 76 من بوعزاك راشاي للوداد ليأتي التعديل بعد 10 دقائق من البديل بوق المنى ونقطة ثمينة لأهلي البرج على حساب الوداد التلمساني. إذن الصراع في الرابطة المحترفة الأولى لا زال مثيرا في الرابطة المحترفة الثانية أيضا. حسن حمار اكتبها فيها شوية بيان سور يعني تبع في القسم الأول والثاني نظن باللي البهج النتيجة اللي حقها بعد عودة المدرب عبد الكريم بها الفريق قوي أدي في عمل كبير نظن باللي إمام البهج ينتظرهم في القسم الثاني. في أيضا عودة خير الدين سريع غليزا إلى الواجهة البليدة يبدو بأنها هو الموسم المثالي للعودة في نوادي مصرة على الصعود هذا الموسم إلا المدية اللي ضيعت نقطتين يعني كانت همتين بالنسبة اليوم ولكن بليدة نظن كانت منتظرة
سريع غليزان صحيح واحد ما كان ينتظر، لانه كنا ننتظر في وداد تلمسان شباب بجاية على الاقل هذه الفرق اللي كانت عندها خبره سابقا في القسم الوطني الاول، لكن اليوم رانا نشوفوا المديه حتى سريع غليزان تجنات ايضا لراو قادم ايضا على مقربه، نظن المستوى جد متقارب، لكن بليده يعني خضات يعني اون اوبسيون باش تصعد الى القسم الوطني الاول. حسن حمار يقولون الصعود الى القمه صعب والبقاء في أصعب، الوفاق الآن وصل القمة، بطل إفريقيا، بطل السوبر، كيف سيبقى الوفاق في هذه القمة وماذا ستفعل من أجل أن يبقى الوفاق هكذا؟ والله شوف الوفاق لكرياسيون تاعو كانت في 58 دا الألقاب، دونك الوفاق دائما كان استمرارية في الألقاب وفي حصد الألقاب، دونك الوفاق يبقى دائما كبير بالالقاب تاعو، الاسم تاعو ديجا الاسم تاع الوفاق هو اللي يجيب الالقاب، دونك يمر اللاعبين هذه يمر المدربين يمر عليها الرؤساء يبقى الوفاق كبير. المطالب ديالك خير الدين احترطها فيها الان، ما نقولش المطالب هذه، مطالب اللاعبين والاستقدامات ام ستبقى نفس السياسه الموجوده؟ ان شاء الله قبيل تكلمت على الضغط كي طلعنا المنصه قبيل شرفيه يعني خذيت الميداليه وسلمت على الرئيس قال لي فكر لي في الموب في مدينه بجاي عقل الرئيس قلت له اسمع خليني طبيعه الحال ما خلانيش قال لي ديجا خمم في مدينه بجاي لا احنا طبيعه الحال الوفاق دائما يعيش تحت ضغط تاع هذه المباريات الكبرى طبيعه الحال تكلمنا على الاهداف الاستراتيجيه دائما ثابته في وفاق سطيف وبعقلية الإدارة بطبيعة الحال يتغير كل شيء لكن الأهداف الاستراتيجية عمرها لا تتغير في وفاق سطيف إن شاء الله احنا نتمنى أنه نكملوا على هذه الوتيرة بطبيعة الحال اللاعبين يعطيهم الصحة لأنهم هما الممثلين الحقيقيين لهذا وحاملين المشعل تاع وفاق سطيف اللي اليوم ثبتوا مرة أخرى أنه اللاعب المحلي يقدر يصنع المستحيل بطبيعة الحال ولولاهم لما أعطونا اسم احنا كفنيين بطبيعة الحال مشكورين الأنصار أيضا اللي راهم يقدموا يعني بتشجيعاتهم يعاونوا الفريق سواء من قريب أو من بعيد الحمد لله إن شاء الله الفريق يواصل في هذا النسق التساعدي بحول الله. كاين نقطة مليحة في الوفاق بارابور ليزاني بريسيدونت أنه الوفاق تشكيلة 25 لاعب بغض النظر على اللاعبين عندنا خمسة من الأمال اللي عندهم إمكانيات كبيرة ودهنا لهم يعني دي كونتار تاع 5 ما في لي بتيت كاتيجوري دي U17 U15 U13 وكل دي كونتار جبنا مع لي بارون تاعهم ستادير النزيف اللي كان يحضر في الوفاق خلاص ما يزيدش يكون سيو 25 جوار عندنا 22 جوار اللي الكونتار تاعهم بما فيها جحنيت زدنا العمري زدنا العروسي زدنا بلاني توفيق زهر يعني اللاعبين من 25 كاين 23 ل 22 لاعب اللي العقد تاعو ينتهي 2017 كنتوا تكلمتوا ايضا على ربما لا رولاف تاع الفريق لانه فيه اقل من 19 سنه فيه لي زيسبوار ان صح التعبير ايضا ربما يقدروا يعوضوا اي لاعب في فريق الاكابر فيه اللاعب بوشار اللي في المنتخب اقل من 23 سنه ام قال لي والله بايتي القليعه باش يربح لا كومبيتيسيون مليح باسكو سي ان اتاكون دو بوينت فيها زيوش فيها عمروين يعني كاين يعني عندنا تشكيله ثريه في لي بتيت كاتيجوري ما نعطيكم ان اون يفول شفاو عليه مليح مليح سي ان اتاكون بيتريت كاليتي هاري كاش هذا الاسم هذا الاحيان ربي يشفاو عليه كما يقول لك سيسان ريفيلاسيون تاع الفوتبول الجزائري. كلمة على الأنصار فقط حسن لأنه بقات لي صورة لما كنتم تتوجون بالكأس اليوم وكانت أمطار غزيرة لكن بقوا في المدرجات وسندوا الفريق. والله شوف قد ما نتكلموا على الأنصار تاعنا أنصار الوفاق ولا أنصار الجزائر. لأنه اليوم كانت أنصار من بارتو لكن أنصار تاعنا تاع الوفاق يعني قد ما نشكرهم قد ما نحيوهم ما نقدرش أن نردوا لهم الحق تاعهم لكن إن شاء الله الكأس هذه اللي جبناها إن شاء الله تزورهم وتزور عيفوا وتزور سطيف إن شاء الله. الفرح إذن لم يكن صيفيا فقط كان جزائريا طبعا تطلبت من خير الدين ماضوي أن يفكر في الموب خلينا نفكرك أيضا بالمباريات والجولة القادمة بالسنتي فقط رضوان مباريات الجولة القادمة التي ستلعب يوسف ثلاثة متقدم يوم الثلاثاء والباقي يوم السبت. بالفعل المباريات التي ستلعب يوم الثلاثاء لأنه لارتباط الأندية الجزائرية بالمنافسة القارية ثم يوم الجمعة
اتحاد بالعباس سيواجه اتحاد الحراش، وبقية المباريات ستكون يوم السبت القادم بالتوفيق لكل الأندية، بالتوفيق للوفاق الصيفي للسيد حسن حمار لخير الدين المضوي. ونعاود ربما الشكر لحضوركم معنا مباشرة بعد نهاية المباراة في بلاطو دوري المحترفين، بالتوفيق أيضا للسيد بن محمد نصر الدين رئيس نجم اليشير، وبالتوفيق لكم ولما لا إن شاء الله ينتوما يا الوفاق يا الأندية الأخرى يجيبوا لنا الكأس تكون حاضرة معنا في بلاطو دوري المحترفين. حتى هو احتفظ بالمدرب 6 سنوات أعتقد، أربع سنوات. يعني الله يبارك. استقرار موجودة أيضا في اليشير. أقدر أقول أنت راح تكون مباشرة في نهائي كأس الجزائر إن شاء الله. وشكر موصول أيضا لعبد النور حميسي محلل تلفزيون، شكرا جزيلا. وأيضا محمد زكريني خبير التحكيم، والشكر موصول لزملائنا في استوديو رقم 1 على رأسهم المخرج رضوان حاج حمد ورشيد مكيداش وكل زملائنا هنا بالكواليس. تفضل حسن حمار نختم معك يلا. ربي يطول في عمرها وربي يخليك للوالدة ويخليك الأنصار الوفاق الصيفي والشعب الجزائري بمثل هذا التدريب. وحنا نهديو هذه الأغنية للوالدة أيضا والدة حسن حمار ولكل أنصار الوفاق الصيفي.